بردانه ومش عارفه انام. لو سمحت ما تسحبش اللحاف. طب اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ مش كفايه ان انا انام على الارض، انا مع الارض وكمان من غير لحاف. وانا مالي؟ انا مالي؟ انا مالي دلوقتي؟ احنا مش لعبنا ملك وكتابه يا ابن الناس؟ وانت طلعت كتابه يعني انا اطلع انام هنا على الكنبه وانت على الارض؟ ولو بردان اتفضل روح هات اللحاف من جوه من الاوضه. ايه؟ اجيب اللحاف من جوه من الاوضه؟ حرام عليكي، يعني عايز انا اخش اصحيه؟ يعني كفايه بس الكام يوم اللي فاضلينه في حياتي دول ينامهم؟ حرام عليكي، حرام عليكي. بص يا عادل، انا عايز اقول لك على حاجه، انا مستحمله علشان انا عارفه احساسك المجحف المرهف اتجاه ابن عمك، لكن انا هو ده اللي مصبرني، غير كده انا حط لان انا مش عايزه اقلب البيت على دماغك. ايه يا دول؟ ايه يا ابني انت وهي؟ ايه الصوت العالي ده؟ انا مش عارف انام. لوك 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 وراغي وملك وكتابه. ملك وكتابه ايه بالليل دي؟ معلش احنا يعني متاسفين جدا يا رمزي. احنا خش نام انت حبيبي، خش نام. خلاص يا سيدي، قبلت اسفك، بس ما تتكررش تاني، والا والله العظيم ارجع البازار تاني. انا فاهم فاهم. لا خش انت، يلا تصبح على خير، تصبح على خير، خش نام. انا عايز اعرف هو بيكلمك كده ليه. معلش يا راني، هعمل له ايه يعني؟ هروح اقتله ولا موته؟ ما انت عارفه كلها 16، لا 16 يوم ايه ده، كلها يعني 15 يوم وثلاث ساعات الا ربع وخلاص. يا غرف ده يا برضو، عايزه اعرف هو بيكلمك كده ليه. يا رانيا، رانيا مش معقوله يعني. احنا اسفين يعني بالنسبه للازعاج يا رمزي، مش هيحصل. لا رمزي نو اللحاف انت عندك. نو نو مات. رمزي ايه ده؟ رمزي ايه ده؟ رمزي مات واتبخر ولا ايه؟ رمزي يا رانيا، يا رانيا، رانيا في ايه؟ في ايه يا عادل؟ مش عارف، مش لاقي رمزي. يظهر مات واتبخر ولا حاجه، وسايب لنا حاجه من ريحته. شامين الريحه؟ قلت لكم يا جماعه لازم تاخدوا بالكم منه، شكله كده مشي وما عجبوش القعده في البيت. يعني ايه مش هيكون راح فين؟ ما هو لو كان مشي كنت انا حسيت بيه وهو خارج. وانا ما شفتوش وهو خارج من الاوضه. امال يعني هيكون راح فين؟ انا مش فاهمه انا ايه الخفانه اللي احنا فيها دي طول. رمزي؟ هو نايم؟ يخرب بيتك، على طول نايم على الارض، ما يعرفش ينام على سراير ابدا. لما هو هيتهب بينام على الارض، ايه الاحوال؟ ما كانت تلقح بره وكنا احنا قعدنا في اوضه المعيشه الزوجيه يا عادل. معيشه زوجيه ايه؟ مش وقت اللغه العربيه خالص دلوقتي. اوعي لي، اوعي لي يا رانيا، اوعي لي. يا رمزي، 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 ايه ده؟ رمزي كان جزمة، كان جزمة. ايه الدوشة دي يا جماعة؟ ايه الدوشة دي؟ انا مش قايل مفيش صوت من امبارح؟ ها؟ وبعدين مين اللي فتح الباب كده من غير ما تستأذنه؟ ما اعرفش انام يعني نون ولا ايه يعني؟ حضرتك انا عايز مقبره يعني تليق بواحد قريبي اللي هيدفن فيها، فاتمنى انها تكون مقبره فرعونيه، نظرا لاننا راجل اعمال بشتغل يعني في الاثار وكده، فتكون مقبره فرعونيه وعليها نقوش فرعونيه. فرعوني فرعوني، تحب حضرتك اعمل لك مسله امام المقبره؟ مسله ماشي اوكي، بس هو يا دوبك على قد المسله. يعني مش معقوله نخش بقى نعمل معبد مثلا زي بتاع الكرنك، ولا نعمل زي الاهرامات عشان يدفن فيها، لان اساسا المسله هو مش فاهمها. يعني حضرتك اهم حاجه بقى الرموز والحاجات اللي فيها دي. يعني النقوش. نقوش تدل على المتوفي، يعني مثلا تاريخ حياته، البطولات والمعارك اللي اشترك فيها، شجاعته. هو حضرتك ما عندوش لا تاريخ ولا جغرافيا ولا شجاعه، لكن لو هنعمل بقى يعني رموز ترمز ليه بما انه هو يعني رمزي يعني، فحضرتك ممكن الرموز دي مثلا يبقى حمار، تماثيل مكسره، حرائق، خسائر، جزمه، دي كلها حاجات ترمز ليه يعني. السلام عليكم، ازيك يا دوله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا رمزي؟ انت ايه اللي جابك من البيت يا ابني؟ بصراحة دولة انا زهقت من قعدة البيت دي يعني، وبعدين كل اللي في البيت شكلهم زعلانين. دولة ده كأنهم حد هيموت لهم مثلا. حد هيموت لهم ايه يعني؟ هو لا. مين الأستاذ؟ الأستاذ ده انا زي ما تقول كده هو يعني وكيل أعمال، واللي من غيري ما يعرفش يمشي أي حاجة في البازار، وابن عمي كمان.
دولا بقول لك هو مين ده وعايز ايه؟ ده 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 بعدين بعدين. ها استاذ قلت ايه بقى؟ يعني ان شاء الله امتى حضرتك هتبقى جاهز باذن الله؟ اسبوع واجل حضرتك اخد مقاس الموميا، والمقبره ان شاء الله هتكون جاهزه بعد اسبوعين من دلوقتي. ايه ده دولا، انت اكتشفت في مقبره ولا ايه؟ دولا والنبي يا دولا، انا اموت واشوف مقبره. تموت وتشوفها؟ ما انت لو مت مش يعني، بس المقبره موجوده، هتشوفها ان شاء الله. مش هتشوفها بس ده. ايه ده؟ الله، ما فتحوا فرن في الحمام ولا ايه؟ بلاش هزار يا عادل، ما تهزرش، كفايه ان انت السبب في المصيبه اللي احنا فيها دي. مصيبه ايه؟ رمزي ابن عمك اللي جايبه يعيش معانا هنا. انا مش قادره افهم هيعيش معانا هنا ازاي؟ هي المصياده ناقصه فرنان؟ عزك المشرحه ناقصه قتله؟ يا جماعه حرام عليكم، دي اخر حاجه يعملها قبل ما يموت. معلش يعني نستحمله شويه، يعني هو احسن يكون حصل له حاجه في الحمام ولا حاجه، ولا استنى اشوف، احسن يكون مات. رمزي ما بيردش يا ابني، ده بقى له ساعه في الحمام مش عارفه هو بيعمل ايه. انا قلقان، ده لو كان بيركب مواسير العماره كلها كان خلص يا عادل. معلش يا جماعه، هو يمكن عايز يشبع من الحمام قبل ما يتكل يعني. ياسمين قلت لك مليون مره اوقفي في مكانك، خليكي حاجزه احسن حد ياخده. حاضر يا ماما. ماما نسيت الشامبو تاني، ممكن تحجزي لي مكاني؟ طب بسرعه ياسمين، شوف محدش ياخد مكاني. مامي يا ماما ارحموني بقى، ارحموني لحسن جوزي ده، انا عارفاه ممكن يجيب بنت خالته تنام على الكنبه وانا انام في المطبخ. انتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ وانا ناقص يعني هنام في المطبخ فين؟ انام في الكازارول انا بقى اما حضرتك تنامي في المطبخ؟ يا اخوانا والنبي مش ناقصه تقطيم، احنا نستحمل الواد بس لغايه اما يتكل. حرام عليك يا اخي، ده ابن عمنا برضه. انا كده اكب الشاي وارجع كده. ها يتكل، ده عاوز يشرب شاي. لا بس هو الحقيقه ما قالش اذا كان عايز يشرب شاي في فنجان ولا في كوبايه، كان لازم يوضح. بطلوا افترا بقى يا رانيا، ما الراجل واضح قال هيشربه من بوز الابريق على طول. ما اشربش الشاي عشان ازوزه، انا ما اشربش الشاي. انت ده مش عايز يشرب شاي، ده عايز يشرب كزوزة. ده بقى انا عايز يفطر في الحمام. يا جماعة حتى لو عايز يفطر في الحمام نحقق له آخر رغبة في حياته والنبي يا جماعة. يعني ايه نشربه شامبو وصابون ويسقي بالليفة في البطاس؟ الكلام ده لو عايزين نعمل له غسيل معدة، احنا مش عايزين نعمل. ايه الدوشة اللي انا عايز فيها دي؟ ايه دول، الواحد ما يعرفش يقعد في الحمام براحته؟ عم يقرا مجلة سمير وتهته؟ لا ايه الراحه. المهم يا دول حضر لي بقى الفطار بتاعي بسرعه. حاضر. تحب تفطر ايه يا رمزي؟ الواحد يا دول بيبقى على الصبح يعني ملوش نفس كده، هون اعمل لي سندوتش ملوحه او فسيخ او رنج او اي حاجه. اي حاجه زفره وخلاص يعني. عينيا في حاجه تانية؟ ايه هتعرف تجيبهم ولا عينيا ولا ايه؟ لا عينيا اجيبهم لك طبعا. مرعوب، خايف اسيب له البازار يقعد فيه لوحده يغرق. معلش يا رمزي، اما تفكر مع نفسك ابقى فكر بصوت داخلي يعني، ما تطلعش صوتك بره عشان اسمعه. والله توحشني غباوت. يلا غور. ايه دول ما غور. يهان الودن عليه ونسيت. صباح الفل يا دولا. ايه ده؟ درست التماثيل كلها، الطلبيه كلها؟ ايه ده، ايه النشاط اللي انت فيه ده يا رمز؟ كل حاجه حصلت يا دوله، بس ما عدا بس الملك امون والملك بتاعي. ملك بتاع ايه ده؟ بتاع الاسره ال 15 يا دوله. ده بقى رصيت الورق بتاع البرد ده، ايه الحلاوه دي يا رمز؟ ايوه دوله، علقت على ورق البرد وعلقت على شاي كمان يا دوله. حلو كده، يبقى انت خلصت كل المطلوب منك، روح حضر لنا الفطار بقى. لا يا دوله، ما انا اول ما صحيت بدري النهارده الصبح قمت فاطر بقى كل الفطار. فاطر كل الفطار؟ طب كان في علبه جبنه نستو ورغيف فينو بتوعي. حصل يا دوله، حصل. كلتهم هما كمان؟ ماشي يا عم بالهنا والشفا. طب كان في صباعين موز كمان بتوعي. بالقشر. كلتهم بالقشر. يا رب القشر بتاع الموز يقف بقى جوه بطنك ويزحلقك يا رمزي. ايه النشاط والاكل الكتير اللي انت كلته النهارده ده؟ مش عارف يا دول، انا صاحي الصبح بدري كده حاسس بحاله متغيبه كده وحاله من النشاط الغريب. متغيبه ومن النشاط الاثنين عكس بعض يا ابني. حدد. ولا رمزي شوف الزبون. عينيا يا دول. اقم. هلو. اي ونت دي. دي ولا دي؟ ولا يا رمزي بطل لماذا. What do you want sir? I want D. رمزي الديلو بتاعت نفرتيتي دي 20 pounds. يعني بخمسين جنيه ان شاء الله. بيتك 20 pounds. Thank you. شكرا.
نظفها واديها له يا رب. حصل يا دولا من بدري، اتفضل. What's this? What happened, sir? ده electricity. Electricity كهرباء؟ ده كهرباء، أنا عايز فلوس، عايز فلوس. ماشي ماشي بالراحة، اتفضل، أدي فلوسك. كهربي ايه يا رمز؟ عملت ايه يخرب بيتك يا راجل؟ الراجل ده وانا دولا باين عليه ملبوس، ده ليه ماما مغليه في الحمام مثلا ولا ايه ده؟ بيقول لك بالكهرب، وريني ايه ده. هو يا دولا ما بيتكهربش، دول ايه اللي بيتكهرب فيه؟ اه ما بيتكهربش ولا حاجه. ماشي، هو ملوش نصيب فيه بقى، روح ودي. يلا ايه دولا؟ في ايه دولا؟ انت كمان؟ انا كهربت انا كمان، التمثال بيكهرب. يلا يا عم ما بيتكهربش، اهو يا دولا، اهو 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 اهو، ما فيش حاجه، اهو يا دولا. اه صح، ما بيكهربش. ماشي خلاص، روح شوف شغلك انت يا رمزي. يا رمزي ايه دول؟ انت اللي بتكهرب. يلا الا هنا، الا دو، الا تري، نبدا المزاد. 100,000 جنيه مين يزود؟ 100,000 جنيه مين يزود؟ 100,000 جنيه ايه؟ 100,000 جنيه ايه حضرتك يعني؟ محل في منطقه زي كده يساوي 100,000 جنيه ليه؟ حرام. خلينا نشوف شغلنا يا استاذ عادل، وبعدين اسكت انت. حاضر، منك لله يا رمزي، منك لله. يا نهار ابيض، يوم زي كده ويسيبني. ماشي يا رمزي ماشي. 100,000 جنيه مين يزود؟ 100,000 جنيه مين يزود؟ 110,000. 110 ايه يا جماعه؟ ما ينفعش كده 110، احنا عايزين المزاد يشعل يولع كده، ما ينفعش. 130,000 جنيه. 130,000 جنيه. 130,000 جنيه مين يزود؟ عليا ب 140,000 جنيه. 140,000 جنيه. 140,000 جنيه مين يزود؟ 250,000 جنيه فقط لا غير. انت كنت فين وجبت الفلوس دي منين؟ 250,000 جنيه مين يزود؟ انا هنا، انا تري، انا ترو. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اسم حضرتك ايه يا استاذ؟ رمزي. الاستاذ رمزي. لا يمكن، اللي بيحصل ده مش مظبوط، في حاجه غلط. يا نهار اسود، ايه ده؟ رمزي يشتري البازار ازاي؟ ازاي؟ وبعدين يا استاذ عادل، قلت لك اسكت انت، وبعدين سيبولي سيبولي سيبولي. اقعد. مبروك يا استاذ، يبقى تعدى علينا عشان تاخد صوره العقد بتاعك. ماشي، اتفضل يا استاذ. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ما تنساش بقى سعادتك الحلاوه بقى يا استاذ. خلاص الحلاوة. خلاص خلاص، سمعت خلاص، اتفضل. ورش على التجار الخسرانين دولت. يلا مشكرين قوي يا سعاده الباشا، مشكرين قوي. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. يلا مأجرين بدل تجار خايبه. يلا يلا. يا رمزي رمزي، هو انت جبت الفلوس دي منين يا رمزي؟ اخيرا يا دوله، اخيرا الحمد لله كسبت اليانصيب. كسبت ازاي؟ كسبت ازاي يا عم؟ ربنا بيسبب الاسباب، انت هتنق عليا؟ لا انا مش مصدق اللي بيحصل ده، انا اكيد بحلم بحلم. اوعى تصحى من الحلم ده، الحلم ده جميل قوي يا دوله. لا مدام حلم، خلاص براحتك، مبروك عليك البازار، سلام عليكم. تعالى، رايح فين؟ هروح بقى. هتروح فين يا دوله؟ انت نسيت ان انا اشتريت كمان البيت بتاعك والعربيه بتاعتك مع البازار، يعني كل حاجه بقت بتاعتي، هتروح فين دلوقتي؟ يعني قصدك ايه؟ بص يا دولا، انا مش قصدي حاجه، يعني انا لا يمكن انسى فضلك عليا، يعني البيت بيتك يا عم، والبازار محفوظ شغلك فيه. يعني ايه؟ انا هشتغل عندك في البازار؟ امال يعني هسيبك عواطلي كده اهو، تاخد من اللي يسوى واللي ما يسواش؟ هتبقى معايا يا عم، بس في مشكله كده. يعني مشكله ايه؟ انتوا دلوقتي وضعكم معايا في البيت يعني مش ظريف. يعني قصدك ايه؟ احنا لازما نبقى اهل. ايوه قصدك ايه؟ اتجوز سناء اختك. سناء؟ قصدك ايه؟ اتجوزها يعني ابقى جوزها في البيت. لا تتجوز سناء اختي؟ لا انا مش موافق طبعا، مش موافق، مش موافق. مش موافق ليه يعني؟ ايه يا دولة؟ وانا ناقصني ايه يعني؟ وبعدين يعني انا بقيت غني، وما تنساش ان انا اشتريت كل الكمبيالات اللي عليك من التجار. لا 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 لا، مهما يكون مهما يكون انا مش هوافق ابدا ان انا ادي سناء ليك. لا لا، اجوزها لواحد رمزي؟ واحد رمزي ازاي؟ انا مش موافق ابدا. مش موافق ليه يا دولة؟ بقول لك ايه، فكر في امك، فكر في مراتك رانيا، فكر في سناء، فكر في ياسمين بنتك. ياسمين بنتك لما هتروح مدرستها البنات زمايلها هيشاوروا عليها ويقولوا بنت السجينه اهي، بنت السجينه اهي، بنت السجينه، بنت السجينه اهي. ايه ده؟ انت ايه اللي منيمك هنا؟ ما انا اصلي ها لقيت جوه في الاوضه يعني الشنط بتاعتك ماليه الاوضه، فعشان كده يعني قلت اسيب لكم الاوضه النهارده كمان عشان تتجوزوا يعني براحتكم. لا 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 يا عادل، ده ما يصحش خالص، يعني المنظر كده الناس هيقولوا علينا ايه؟
يلا ادخل نام في المطبخ انت ومراتك. يلا مطبخ؟ لا يا عادل، مطبخ لا يا عادل، لا يا عادل. يا جماعه المطبخ حر جدا جدا وانا بتخنق من الحر واعصابي ما بتستحملش مطبخ. لا حرام عليكم. نعم يا حبيبتي، المطبخ ارتفعت درجه حرارته من عمايلك السودا فيه. ايه ده يا بابا، هما مين دول؟ ايه ده مش عارفاهم ولا ايه يا حبيبتي؟ ده عم رمزي وعمته سناء. طب هما عاملين كده ليه؟ يعني هما لسه جايين من حفله؟ لا يا حبيبتي، هما اتجوزوا. مبروك يا عمته، مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا حبيبه قلبي. عقبالك يا ياسمين. ان شاء الله عقبال كده اول ما نخلف بنوته اموره زيك يا ياسمينه. لا ما حدش ليه دعوه بياسمين، دي بنتي. ايه ده، هياخدوا بنتي مني؟ تخريف اللي انتوا بتخرفوه ده، احنا هنجيب عيال زي القمر. عيال وزي القمر؟ ده منين بقى ان شاء الله؟ هيبقوا شبه مين ان شاء الله؟ هيطلعوا لي انا طبعا. قصدي لمراتي حبيبتي الاموره دي. ايوه كده اعدل. يا سلام بقى لو ياخدوا من سناء قوتها وجبروتها وياخدوا من رمزي ذكائه الحاد. مرسين يا عادل. مرسين، الله يرحم عصير البرسين. التارية يا اخويا التارية. بقول لك ايه، نومك في الصاله ده وضع مؤقت، بعد كده تنقل الاقامه في المطبخ. انت مشوه منظر الصاله. معقوله يعني؟ معقوله يا سناء؟ يعني يهون عليك اخوكي. خلاص ضغط لي على الوتر الحساس، سيبهم النهارده نايمين في الصاله. خلاص يا حبيبتي، احنا علشان الوتر الحساس نسيبهم في الصاله وبعدين يبقوا يروح بقى في الانتري مع الحمام في المطبخ. يلا بينا. يلا يا حبيبتي. ايه ده، ايه ده، رايح فين؟ تعال تعال هنا. الباب اهو، مش اهو. نظف كويس. حاضر يا رمزي. مش عايز حته ترابايه. وما تقوليش حاضر. ماشي. لو سمحت. والله ايوه، اهلا وسهلا، مساء الخير. انا كنت عايز ورقه بردي مكتوب عليها برديات العشاق. برديات العشاق. سبحان الله يا عم، روح بقى هتلاقي برديات العشاق دي انا في محل الدباديب اللي على اول الشارع يا حبيبي. ثانيه واحده بعد اذن حضرتك. ليه يا رمزي بيه؟ ايه اللي ليه هو مش سامع؟ مش عارف ان هنا هو المحل بازار. ايوه سيبنا نتصرف بعد اذنك يا استاذ زياد. يا رمزي سهلا، حضرتك طلبك موجود عندي. اهلا وسهلا. ثانك يو. حضرتك دي برديه كان بعتها ايزيس لاوزوريس، كان في عيد الام يعني. اوه انا ايز دي بكام؟ دي حضرتك ب 100 جنيه بس. 100 باون. ايوه يا فندم. بس تو ماتش. لا مش تو ماتش ولا حاجه. شوف yes. حضرتك الحبر بكام واوزوريس ده دفع قد ايه؟ اوكي تو ماتش. لا اوكي، يو ار نايس مان، اي ويل جيف يو. شكرا. okay. 100 باون. شكرا. Thank you very much. Thank you. Okay. ألف سلام. Good night. Good night. باي باي. شكله أجنبي. شفت بقى سيرك اتصرفت ازاي؟ هذا دول اتصرفت حلو قوي. أنت طمعان فيها ولا إيه؟ أنت ناسي إن البازار ده هو كله بتاعنا؟ ها؟ يلا بقى، يلا روح نظف المخزن اجي وهات لي الكوكتيل اللي هناك ده عشان أنا إيدي وجعان. يلا بسرعة. اتفضل يا رمزي. نظف المخزن كويس. ها؟ حاضر. وبعد ما تنظف المخزن تعالى نظف المخزن. حاضر. يلا. حاضر. ما توقعش حاجة. ايه ده؟ ولا عادي؟ ايه الصوت ده يالا؟ ده مفيش حاجة يا رمزي بيه. مفيش حاجة ايه؟ وريني كده اللي في ايدك دي. ولا حاجة. اللي في ايدك التانية يا عادل. ايه ولا حاجة. صح، غريبة دولة، بس الصوت ده انا عارفه كويس، ده صوت تمثال الكسر صح؟ بصراحة تمثال الكسر فعلا. ايه ده دولة، عملتها ازاي دي؟ حلوة قوي قوي، وحشني صوت التماثيل دي والله يا دولة. يعني فاكر انت يا رمزي لما انت كنت بتكسر التماثيل؟ فاكر. فاكر يا دولة، وفاكر كمان بقى حاجات كده جنبها. دولة تمن التمثال ده اخصمه من مرتبك يا عادل. ليه 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 ليه؟ طب يا رمزي بيه، ما انت ياما كسرت، انا عمري خصمت منك حاجه؟ الصراحه لا. طيب خلاص، انا مرتبها هيكفي ايه ولا هيكفي ايه يعني؟ انا ماليش دعوه، ولا عايزني اوصل للي انت وصلت له ده بالبيجامه والبتاع. حاضر ماشي يا رمزي بيه. ماشي 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 ماشي. خد هنا. انت بتقول ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه يا عادل يا سعيد؟ قلت ماشي ماشي ماشي. بحسب. بتحسب ايه؟ ما واضحة. ماشي ماشي ماشي. ايه
السلام عليكم. يلا بسرعة تعالوا، الأكل جه الأكل جه. لا يا عادل، لا يا عادل، مش كل يوم بقى فول وطعمية يا عادل. طب ما الفول بالطعمية والطعمية من الفول يا عادل، مفيش مرة عيكة بالشكشوكة وبابا غنوك؟ شكشوكة ايه يا رانيا؟ مش تحمدوا ربنا ان انا جايب لكم الأكل ده؟ دي مقدرتي يا ماما. وبعدين ما تنسيش يعني ان انا من تلات ايام ما أكلكوا خضار. خضار؟ ده طبيخ قرديحي من غير لحمة يا ابني. لحمة؟ لحمتي يا ماما؟ لا 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 لا، لحمتي الحمد لله، ده كده حلوة قوي. بابا بابا ماليش دعوة، انا عايزة لحمة. بكرة بابا ان شاء الله يجيب لك لحمة عشان انت بنته حبيبته. ايه يا ماما؟ ماما ما تفتحيش عين البنت على الكلام الفارغ ده، انت عارفة جرام اللحمة بقى بكام دلوقتي؟ كلام فارغ ايه يا ابن الحلال؟ انت حرمنا من اقل احتياجاتنا الانسانية المتدهورة. اقل احتياجاتكو ايه؟ استنوا بس، استنوا استنوا استنوا. ايه؟ انا شامم ريحه حاجه غريبه جدا. دختك اختك جوزها جايب لها حمام كباب كفته وكل انواع اللحوم اللي في الدنيا، عمالين يطفحوا من الصبح في الاوضه. قاعدين حمام وكباب وقاعدين بيطفحوا؟ طب انتوا ما طفحتوش معاهم ليه؟ الا ما حد عبرنا. ده انا امها اللي حملتها وهنا على وهن، ما عبرتنيش بحته لحمه ولا عضمايه، ناس رمم. بابا ايه؟ بابا بقى حرام عليك، عايزه لحمه. خلاص يا ياسمين يا حبيبتي، انا هاجي على نفسي وانا هتصرف، انا هجيب لك لحمه ما تقلقيش. مين اللي بيرن الجرس؟ جرس؟ ده حافظ مش فاهم. مين؟ 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 ما انا هو انا نفسي هو اللي بخبط يعني. عايز ايه؟ عايز ايه يا دول؟ عايز ايه؟ يعني كنت عايز بس لو حته لحمه صغيره، مش عشاني، عشان ياسمين يعني. رمزي اقفل الباب يا رمزي. رمزي 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 يا ولاد اللذين. ماما يا حبيبتي اتفضلي الساندويتش الجميل ده علشان ربنا يخليكي ليا. سناء، ده انا بقالي يومين هفتانه وبهبهب على حته لحمه. اجيبي حته حمامتي. لا امشي بالهنا والشفا لوحدك يا ماما. ربنا يسامحك يا سناء، ربنا يسامحك. عمو رمزي حضرتك ما اديتنيش المصروف النهارده. يا خبر ابيض، اقسى عليا. لا انا اسف يا ياسمين يا حبيبه قلب، انا اقدر كده برضو تنسى. معلش يا نونو، خد يا ست المية جنيه دي لهمت، خديهم اهمت، يعني صرفي نفسك بيهم، خدي اهمت كلهم اهو، صرفي نفسك بيهم لغايه لما ارجع يا ياسمينة. ايه ده يا بنت؟ ايه ده يا بنت؟ انت بتاخدي المصروف من عمو رمزي ولا ايه؟ اصل حضرتك منعت عني المصروف. انا منعت عنك المصروف عشان في ظروف يعني. طيب يا بابا عقبال ما ظروفتي تخلص هاخد من عمو رمزي. وتاخدي من عمو رمزي يعني مصروف 100 جنيه؟ ميات ميات ميات. معقولة يعني؟ معقولة؟ كتير قوي الفلوس دي على البنت يعني. اللهم صل على النبي، انت مالك يا عم؟ خلي البنت تتبسط يا عم. انت تتبسط بكم الميات اللي انت بتدفعها لها دي؟ لا لا يعني كتير. وبعدين يعني تبسط البنت وتديها الفلوس دي كلها وتقعد تخصم مني؟ ده انا يعني دولة بتاع زمان، انت نسيت ولا ايه يا استاذ ياد يا رمزي؟ شفت انا اقوله باسلوب الشحاته ده؟ يعني كل يوم باسلوب شحاته. الحاح مش عارف، مش هبقى اشوفك يا سيدي بعدين، هبقى اشوفك. وانتوا بقى ان شاء الله متشيكين كده ورايحين على فين؟ ابدا يا رانيا، اصل نقنق حبيبتي يعني اتخنقت من البيت شويه ومن اللي في البيت يعني حبتين، فقلت يعني اخرجها شويه بالعربيه اللي انا اشتريتها من عادل. والله دي فكره كويسه قوي. طب ما تاخدونا معاكم نشم شويه هوا. والله دي فكره حلوه قوي. تعالى عادل، تعالى معايا. اجي معاك بجد؟ تعالى. تعالى فين؟ تاخده معاك فين؟ ياخدك فين؟ بيقول لك انا ومراتي هشممها شويه هوا، مش شممها شويه زفت. خليك حسيس يا اخي وسيبنا على انفراد. وفيها ايه يعني يا سناء لما نخرج معاك ونشم شويه هوا؟ ما انت ياما خرجت انت ومراتك وسبتوني في البيت اخلي لوحدي. يا سلام يا سناء، انا ما كنتش اعرف ابدا ان انت قلبك اسود قوي كده. قلبي كان مزرع وانت اللي سحرته، قلبي كان ابيض وانت اللي سويته بعمايلك السودا يا عادل. يلا بينا يا رموستي. احبك يا قاسي وانت قاسي. انت شفت حاجه لسه؟ ماشي يا سناء، ماشي يا سناء، انت ورمزي ماشي. اهلا اهلا وسهلا يا معلم خشبه، منور والله. اهلا يا استاذ عادل، احب اعرفك
ده المساعد بتاعي علي العايش. وانا رمزي ابن عم دولة حبيبي حنوت المستقبل ان شاء الله. بس بقى بس بقى حضرتك تشرب ايه يا معلم انت والاستاذ عايش اللي مش عايش؟ هات لنا 2 عصير موز. 2 عصير موز تحبوا حضرتك ساده ولا بالحليب؟ لا عصير موز عادي، موز يعني موز. اه صح طبعا، ومعروف جدا ان الموز علينا حق. الله يلطف. يا مس يا استاذ لو سمحت عايز موز موز وانا كمان موز تشرب ايه؟ كوكتيل يا دول. 3 موز بس لو سمحت. ما قلتليش بقى كنت عايزني في ايه؟ وبسرعه وحياتك عشان انا مشغول ورايا حته طازه، ده غير حته تانيه فاضلها ساعتين وتفصل شحن. يا ما شاء الله حضرتك كمان متخصص دفن موبايلات ما شاء الله. حضرتك انا نفسي تعلمني المهنه بتاعت الحانوتي ده، يعني نفسي ابقى تلميذ ليك يا معلم. انت شغال ايه بالظبط؟ حضرتك انا فاتح بازار، بس البازار للاسف مش شغال خالص اليومين دول، لدرجه ان انا بفكر ادفن التماثيل واتدرب فيهم. فعلا التماثيل عندنا ريحتها فاحت في المنطقه كلها. بس يعني حضرتك يعني انا في البيت اول ما عرفوا ان انا هشتغل حانوتي فرحوا جدا وقعدوا يسلموا عليا ويبوسوا فيا، ويعني ولغايه دلوقتي بيبوسوا فيا ويعني فرحانين جدا يعني. وان شاء الله ان شاء الله يا معلم انا يعني هرد لك جميلك ده. هتعمل لي ايه يعني؟ يعني باذن الله لما تتكل انت بقى على الله هدفنك دفنه، يعني تخلي مصر كلها تتكلم على الدفنه بتاعتك. بتفول عليا ولا ايه؟ لا ما بفولش يعني، بس زي ما احنا قلنا يعني عادي الموت علينا حق. طب بص بقى عشان انا مش فضيلك، انا هعرفك ازاي تبقى حانوتي وانت وشطارتك بقى. لا ده احنا تجار شطار قوي قوي قوي، قول بس انت عليك واحنا هنفهم على طول برابنت. اول هام لازم تعمل دعايه كتير كتير قوي، واول شغلانه ليك تبقى واحد من قرايبك عشان ده اللي هيعمل لك الدعايه الصح. واحد من قرايبي. ماشي. وتاني هام؟ تاني هام لما الشغل يمشي معاك شويه تجيب لابتوب زي ده وتسجل عليه اسماء الحتت وبياناتها. حلو والله. واكتب بقى للذكرى الخالده مثلا ولا حاجه؟ لا ده لزوم الشغل الصح عشان الزبائن تدور عليك. طب وبالنسبه لي انا بقى معلم اجيب واحد زيه كده؟ هتجيب واحد زي ده تعمل بيه ايه؟ انت عارف اسمه ايه اساسا؟ لابتوب. لابتوب؟ لا طبعا ما اسموش كده، اسمه لابتوب. وبعدين ده انت مش محتاجه، انت بكتيرك هيبقى معاك مقطف وكوريك. ماشي. انا حانوتي ابا عن جد، والكتاب ده فيه اسرار المهنه وكيف تتعامل مع الحتت. بس الكتاب ده مش ببلاش، ده ب 100 جنيه تمن الكتاب والعطله. لا قوي 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 عناية يا معلم. يا سلام، يعني الكتاب ده هيعلمني كل الحاجات بقى اللي هي في الدفن وتعمل ايه مع الميت لما يموت وكده. بالظبط كده. بنشتري 2 يا دولا. تعمل بيه ايه؟ تعمل بيه عشان لو جه حتتين. ما هنقرا من نفس الكتاب. يا غبي يا غبي، وريني شطارتك بقى. وش حلو عليك، انا شامم ريحه شغل. روح بقى وتعامل مع الزبون، دي فرصة. معقولة أوام كده؟ أوام يعني ولا؟ خلص وريني شطارتك. ماشي يا معلم ماشي، يعني واضح إن أنت خبير، يعني حتى الفيل اللي أنت دفنه ومعلق صورته ده يعني ما شاء الله عليك والله يا معلم. حاضر حاضر. راح فين راح فين؟ هنروح ندفنها بقى. ندفن إيه؟ ندفن إيه؟ ندفن اللي ورا دي؟ لا يلا هي دي ماتت لحد ما تلاها. اقعد اقعد اقعد. ماشي ماشي، ربنا يسهل لك يا دولة. إيه كلنا لها، شدي حيلك امال ما تعمليش في نفسك كده. انا مش قادر اصدق انه خلاص انتهى، راح راح. ايوه ما هو ما دام مات يبقى راح، وضع طبيعي يعني، بس بقى في حياتك يعني. شدي حيلك شدي حيلك. اصلك ما تعرفش غلاوته كانت عندي شكلها ايه. ايوه اكيد هو غالي عندنا كلنا يعني، بس ما تقلقيش يعني، مع حضرتك عادل سعيد حانوتي السعاده الابديه يعني، فان شاء الله هظبطك واظبط المتوفي باذن الله. بص لو حد فين وعايزك تكون حنين عليه ورقيق، انت ما تعرفش كان غالي عندي قد ايه. والله غالي علينا كلنا حضرتك يعني، ان شاء الله هتفينه من غير ما هو يحس باي حاجه. حضرتك بس اديني العنوان وانا هتصرف يعني. بص بص جماله، الجمال ده كله راح هدر هدر هدر. لا 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 اوعى تقولها، ما تنطقهاش. انا بقوله يا ميشو. اهو ميشو بقى مش ميشو، اهو كلب يعني. وده مات ازاي يعني حضرتك؟ مات امتى؟ مات من ساعتين في حادث فظيع. حادث فظيع ده اكيد مثلا في عظمه اتحشرت في زوره، ولا كان بيعدي الشارع وهرب من السلسله ولا ايه؟ حادث بشيع 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 بشيع. ايه اهو كلب وراح وخلصنا منه. عاجبك بوز الاخص انت؟ نحسني دايما نحسني. شفت؟ معلش هي البداية كده. أنا عن نفسي بدأت بالقطط. أنت بقى دلوقتي تروح تشوف واحد من قرايبك وهو اللي هيعمل لك دعاية وتسويق. ماشي.
انا هروح اشوف اي حد من قرايبي، ولو ما لقيتش هتصرف في حد تاني من قرايبي. السلام عليكم. ادايب لوجه الله يا جماعه، انا عايزكم في موضوع مهم جدا. وحدوه، انتوا مش هنا ولا ايه؟ ايه ده يا عادل؟ ايه الفضيحه دي؟ فضيحه ايه يا ماما؟ الواد رمزي عشان لابس اللبس ده لبس مساعد حانوتي، انا اخترته من وسط كل المساعدين اللي عندي لان الواد ده شاطر قوي يعني. الحمد لله، وان شاء الله بامر الله هبقى حانوتي قد الدنيا. يا سلام، وانت بقى فخور بالعمل الجديد ده مش كده؟ طبعا يا نقنق، ده انا هموت من الفرحه. المهم تموت يا رمزي، سيبك بقى من الفرحه دي، انا اللي هفرح لما ادفنك بايدي. يا لا يعني انت عاوز ايه دلوقتي يا حنوتي؟ انت عايزنا ان احنا نعمل لك حفرات على الارض؟ لا لا لا، من غير حفرات ولا حاجه، رمزي هو اللي هيتولى موضوع الحفر ده، مش كده ده ولا ايه يا رمزي؟ طبعا يا معلمي. امال ايه، انا عايزكم بقى في حاجه تانية خالص، انا عايزكم يا جماعه تساعدوني ان الاقي اول زبونه ادفنه بقى ان شاء الله. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني عايز تاخد واحد مننا يعني تبدا بحياتك؟ لا لا، انتوا لسه بس ان شاء الله على ايدي برضو، ما تقلقوش يعني. لكن انا بفكر في حاجه تانية خالص، انا بفكر ان انتوا تشوفوا حد من عيلتنا يكون خلاص قرب يخلص شحن، تقولوا لي عليه اروح ازوره اديهم الكارت بتاعي، اول ما يموت يقولوا لي بقى عشان اروح ادفنه بقى. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا، انت عايز فضيحتنا تبقى بجلاجل يا دي الخيبه؟ يا ابني فكر في مراتك، تقول انا متجوزه حنوتي؟ فكر في اختك لحمك ودمك، لما حد يجي يطلبني عريس اقول له ايه؟ روح اطلب ايدي من اخويا الحنوتي؟ فكر في بنتك ياسمين، تقول ايه لزميلها في المدرسه؟ بابا حنوتي. مش احسن ما تقول لهم بابا مفلس؟ يا جماعه ارجوكوا لو سمحتوا، انتوا كعيلتي ساعدوني يا جماعه، ادوني اسماء بقيه العيله اللي قربوا يقطعوا شحن بعد اذنكم. يلا يا معلمي يلا، احنا باين علينا كده اهو، مفيش اكل عيش لينا هنا اهو. يلا ماشي، يلا بينا يا رمزي، يلا بينا. عموما انتوا الخسرانين، بعد كده هتتحايلوا عليا عشان تشتغلوا معايا وانا اللي هرفض. يلا وحدوه. يا دايما لوجه الله. لا اله الا الله. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا، مفيش حد غريب. هناء وامل اخواتي احفاد المرحوم جدي. وحضرتك كويس ان انت استعنت بيا يعني، وانت عرفت عنواني ازاي؟ انا لقيت ورقه في الارض مكتوب عليها حانوت السعاده الابديه، فاتصلت بيك فجيت. حضرتك يعني متاكد ان هو مات يعني؟ ان شاء الله يكون مات، لانه كذا مره قبل كده تجيله غيبوبه نص ساعه ونفتكر انه مات يصحى تاني، المره دي بقاله ساعه ونص، فان شاء الله يكون مات، صح ولا ايه؟ لا ان شاء الله يكون مات باذن الله يعني، والف يعني باذن الله. الباقيه في حقكم يا جماعه، شد حيلكم. مال ايه يا عم؟ انت هتخطب، خش في شغلك وخلصني. واضح ان مش حضرتك بس اللي مستعجله على الميراث يعني يا استاذ شاكر. الله يرحمه كان بخيل ومطلع عينين الكل. ده احنا ما شفناش معايا يوم واحد حلو. خلاص يا اخوانا بقى، الباقيه في حياتكم يا جماعه يعني، شد حيلكم، مال ما تخلونيش اخش اولع في المتوفي. وحدوه، انا جاهز يا معلمي. جاهز جاهز بعده الدفن على طول، مش في حاجات بتعمل؟ اتفضل اتفضل. هي الاوضه دي؟ ايوه اتفضل. وحدوه. دستور. لا اله الا الله. ولا رمزي ما تثبت، يلا ايه الرعشه اللي انت فيها دي؟ يلا يا دولا، انا انت اللي مش خايف، انت اللي مش خايف. لا دولا انا مش خايف، انا مرعوب. يلا طب هنعمل ايه دلوقتي يا دولا؟ بص بقى يلا رمزي، انت هتروح تكشف المتوفي، وبعدين انت هتغسله بقى، وبعدين انت هتقوم بقى تدفنه بالكفن والحاجات دي، وبعدين انت بقى تدفنه بقى وخلاص. ايه يا دولا اللي انت طب وانت مش هتعمل حاجه يا دولا؟ يلا هو كل حاجه انا اللي عاملها، مش انت المساعد بتاعي؟ يلا انت اللي جاي تساعدني، امال هتساعدني ازاي؟ يلا ايوه يا دولا، ما انا المساعد بتاعي بس انا جاي اتعلم منك. طب بص، عشان تتعلم هات دول وخش عليه اكشفه بس بالراحه، لان المتوفي بيحس ان هو ميت باين ولا ايه. يلا يلا يلا. يلا
ايه عمل لك ايه؟ الحقيقة دول قدر ظروف يا دول، قدر ظروف. وانا مين اللي قدر ظروفنا يا قلق يخرب بيتك؟ مين اللي قدر ظروفنا؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي يا معلمي؟ معلمك ايه؟ وانت شايفني واقف في سلخانة. بس انا جات لي فكرة، يلا جات لي فكرة. ايوه احنا ناخد بعضنا كده ونعصرها ونروح. لا نروح يلا، عايز تشمتهم فيا يلا. يلا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بس بهدوء، بس بهدوء. احنا ايه؟ انا وانت هنهجم على المتوفي هجمة رجل واحد. اللي هو مين؟ اللي هو انت. بعد كده نخلص على طول، بعد كده هي دي بس عشان اول مرة، بعد كده اما نتعود بقى نخش على الميت تك 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 نخلص على طول. لا لا خش انت تك تك الاول، وانا بتعلم وراك. ها انت وانا وراك يا دول، انا وراك. انا مش عارف انت خيخة ليه يلا كده، ما تخش يضع الحتة وخلص يا مالك يلا يا رمز، في ايه؟ ولا غاز شايف اللي انا شايفه؟ وانا ده الحكايه باين عليها بقت مرقبه خالص. انت مين وايه اللي جابكوا هنا؟ حضرتك انا حنوتي، وده المساعد بتاعي حضرتك. علينا الكلام ده يا حرام يا نوري منك ليه؟ انا هطلب لك البوليس. صح انا حرامي وعايز البوليس، عايز البوليس. حضرتك انا حنوتي، هو حرامي وعايز البوليس هو حر، بس حضرتك انا حنوتي وكنت جاي انا عشان اتصرف مع حضرتك يعني. انتوا حراميه؟ لا حضرتك والله مش حراميه، ولو حضرتك مش مصدقنا ممكن تسال شاكر حفيد حضرتك يعني. يا ولد ولد يا شاكر. ايوه جد، تحت امرك. انت صحيح جبت الحنوتي ده والمساعد الحيواني اللي معاه ده فاكرني مت خلاص؟ انا ما اعرفهمش اساسا يا جدو، وبعدين يعني ايه مات؟ واحد نام له ساعه يبقى مات. ساعه ونص وانت بأمرت كمان ما كنت مستني الورث. ورث ايه يا حرامي منك ليه؟ جدو حبيبي مش مخلينا عايزين اي حاجه. طب حضرتك انا عندي اماره تانية، بأمرت اخواته اللي اسمهم امل وهناء اللي قاعدين بره لابسين اسود ومستنيين موت حضرتك يعني. جدو حبيبي نومي العوافي. جدو خد العصير الحلو ده من ايدي. هاتي خسارة فيكو. اظن بقى كده يا جدو عرفت انهم حرامية وكدابين. حرامية وكدابين ايه حضرتك؟ احنا مش حرامية ولا كدابين والله، ده هو اللي قايل لنا ده احنا حنوتية عاديين يعني. اخرس يا حرامي منك ليه؟ انا عايز البوليس. بس يا حرامي منك له، ودلوقتي كل واحد هياخد جزاؤه منكو بحق الله. إن أقول على نفسي مش غبي. تاني الأعراض إن المريض الغبي يقرأ الكتاب ده بقى كده. طب مش قاري الكتاب؟ استنى بس دولة، بقولك يا دولة، هو ده وانت مسال رمسيس التاني ولا رمسيس التالت؟ رمسيس الرابع. الرابع ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس الخامس. ولا انا قلت الخامس يا دولة؟ ما هو كده كده بيفاصل. هيفاصل في أسرة يا غبي. ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس السابع. بس ده تمثال توت عنخ امون. لا هو شبهه بس. تالت اعراض الغباء ان يقوم المريض الغبي برمي الكتاب ثم يعود واقرا الكتاب مره اخرى. عيب ما تعملش كده تاني يا غبي. لا ده قصدنا انا بقى. في حاجه يا دولة؟ لا مفيش. الغبي في شعره بيضه في رمش عينه اليمين. مش بسيطه. ولا رمزي عندك مرايه؟ يا دولة اهو خد يا دول وريني كده اهو. الحمد لله مفيش اي حاجه في رمش عيني اليمين ولا عين الشمال حتى. يبقى انا كده مش غبي يا معلم. عندما تقرا هذه الفقره وتذهب الى المرايه بسرعه وتنظر فيها فاقتنع داخليا انك غبي جدا جدا جدا. انت يا غبي. ايوه. يا رمز ما ترد على الاستاذ. ما انا واقف هنا بقول. انت مش فاهم في التماثيل بتبيع ليه؟ اكيد انت غبي واللي مشغلك اغبى منك. كده يا زفت جبتني الشتيمه. انا اول مره حد يقول عليا غبي. كذاب طول عمرك غبي. دولة يا دولة ده رابع كوباية يا دولة.
ايه ده، انا اول مره اشوفك بتشرب كوكتيل كده بالاشكال دي. ايه ده؟ ما هو ده يلا المشروب الرسمي للاغبياء امثالك يعني. المشروب الرسمي يعني زي الراعي الرسمي كده. مش عارف اقول لك ايه يا رمزي، ما انت عصك مش هتفهم يعني. عموما يعني مش قادر اقول لك يا غبي، لان ما ينفعش اقول لك يعني لا تعايرني ولا عايرك، الغباء طايلني وطايلك. دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي؟ فاكرني مش سامعك يا دولا؟ ها؟ انا كلمت نفسي. حته لحته. ايوه نعم الباشا باشا. الحساب بقى حته عشان نمشي بقى. حسابك يا استاذ عادل، ادي 1 زائد 2 في 34 على 2 75، كل باشا 75 جنيه. 75 جنيه؟ ليه 75؟ اتفضل الورقه اهي واحسبها. وريني كده. 1 في 2، 1 في 2 ب 1 في 2 ب 1 في ايه ده، انا نسيت جدول الضرب. ضرب يا استاذ عادل، ده جمع مش ضرب. جمع جمع يعني، و5 يبقى 85 جنيه يعني. ماشي. لا لا يا باشا 75 جنيه، انا بعرف احسب كويس. تمام 75 جنيه. انا اصلي كنت بختبرك يعني على اساس بشوفك يعني حرامي ولا ايه. 75 جنيه اهو. ايه ده ايه ده ايه ده دول 75 ايه يا عم؟ احنا ادي حته شاربين كام كوكتيل؟ مش 5 كوكتيل، انا 1 ودول 4، والكوكتيل بكام يا عم؟ مش ب 3 جنيه يعني؟ 3 في ال 5 ب 15 جنيه بس يا دول، مش 75 يا عم. صح يا رمز، معلش يا عادل، يبقى حسابكم دخل على زبون تاني. معلش بقى هجيب حسابكم حالا اهو. ولا رمز، انت عرفت الحساب ده كله على بعضه مره واحده كده ازاي يعني؟ هو انت بتروح للدكتور ولا ايه؟ ايه دول انت فاكرني غبي؟ قصدك ايه؟ مين اللي غبي؟ قصدك ايه؟ لا انا مش غبي، لا انا مش غبي، مش غبي، مش غبي، مش غبي، مش غبي. التمثال يا غبي يا غبي. ايه ده؟ معقوله ابني حبيبي يبقى غبي للدرجه دي؟ مش ممكن. لا 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 انا هتبرى منه. انت مش ابني، انت غبي غبي. عادل لو سمحت، انا ما اقدرش اقعد مع انسان غبي في بيت واحد. انت غبي غبي، طلعني طلعني طلعني. ايه يا ياسمين مالك؟ كل البنات في الفصل معايا عمالين يقولوا لي يلا يا اللي بابا كذب. ليه يا رب؟ ليه يا رب خلقتني غبي؟ ليه يا رب خلقتني غبي؟ كل عيلتي عايزة تتبرى مني. لا الحساب هو يا معلم، وده الورقة المكتوب فيها الحساب. وريني. يعني انت غبي يا جدع، مش عارف تحسب 1+2 بكام يا غبي؟ حضرتك يعني معلش معلش حضرتك، انا هجيب آلة حاسبة صيني عشان تبوظ على طول يعني حضرتك. ولو حتى اشتريت كمبيوتة انت غبي غبي غبي. حرام عليك يا دكتور، حرام عليك يا دكتور عقل، حرام عليك. لا 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 حرام عليك يا دكتور عقل، حرام 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 حرام. عادل يا حبيبي قوم يا حبيبي، مالك فيه ايه؟ يا ده كان كابوس. يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عادل هو مين دكتور عقل ده؟ الحمد لله الحمد لله. قاعد انت طبعا مبسوط وبتصفر عشان مفيش شغل يا استاذ. ايه دولا، واحنا كان من امتى يعني بيجي لنا شغل اصلا؟ من امتى بيجي لنا شغل؟ يعني الفتره اللي فاتت دي كلها عمال بتقبض مني وانت ما بتشتغلش. يا هتضرب يا دولا هتضرب؟ هضرب. اني بقى الفتره اللي فاتت دي كلها يا عم، وانا كنت بقبض اصلا؟ وانت اصلا كنت بتشتغل عشان اقبضك؟ وبعدين ما انا كنت اقبضك لما يجي شغل، وبعدين يجي فلوس من الشغل كنت اقبضك. بس انت كده بتضحك. قوم يلا قوم يلا. بس انا خلصت الشغل خلصت الشغل. قوم يلا قوم يلا، انا بقول لك ماشي. شغل مريح قوي على رمزي. مش عارف ليه السياح زي ما تقول كده اضربوا على انهم ييجوا. دول يمكن يكون عندهم يعني صايمين ولا حاجه. يمكن يكون عندهم صايمين. تعال تعال. سياح يكونوا صايمين؟ يهبل يهبل، فاضل اسبوع على رمضان. صح يا دولا. طب ما بقول لك يا دولا، يمكن يكون رمضان بيجي مستقدم عندهم يعني. مستقدم عندهم على اساس انهم دول متقدمه يعني؟ اي كلام بتهيص فيه وخلاص. بس تصدق يا رمزي ممكن كلامك ده يبقى صح. تعرف في بعض الدول الاوروبيه عندهم النهار بقى بيجي ايه على طول على طول، يعني ما بيبقاش عندهم ليل خالص، يعني ممكن 6 شهور يبقى في نهار بس. فتخيل بقى على ما ييجوا بقى يفطروا مثلا ويجي عندهم المغرب يكون ماتوا من الجوع. يا خبر ابيض، انهي الدول الاوروبيه دي يا دولا؟ دول اوروبيه اللي هي اليمن وكده يعني. يا دولا دولا احكي لي حدوته. دولا حدوته ايه؟ اي كلام.
هدوق اسيب شغل واقعد اقول لك حدوته نشوف مين يمكن شغل. يا رب ما يبقى شغل يا رب. رانيا. هاي يا رانيا. ايوه عايزه ايه؟ ايه؟ عايزه ملحق طلبات؟ يا رانيا حرام عليك يا رانيا، وانا ما انا كده هسقط السنه دي يا رانيا، ملحق ايه؟ خلي الملحق ده للسنه الجايه رمضان اللي جاي ان شاء الله. سلام سلام سلام. حاجه غريبه جدا. ايه يا دوله مالك يا عم؟ مزاجك مكركر ليه كده يا دوله يا عم؟ ما احنا بناكل ونشرب يا دوله خلاص بقى. الناس دول مش حاسين بحاجه، ده احنا ايراد الشهر اللي فات كله في البازار ما يجيبش ربع الطلبات اللي هم طالبينها، غير بقى الناس اللي عازمينهم، عازمين طوب الارض يا رمزي. ايه ده دوله؟ هم ما عزمونيش انا يعني. انت مش محتاج عزومه يا رمزي، انت صاحب بيت يالا. ربنا يخليك، ده العشم برضه دوله. انت مش عايز العزومه، انت عايز الطرد يا رمزي. ليه دوله؟ ايوه الطرد، الطرد وارتاح. رمضان يخش عليا كده وانا مريح. اطلع بره يالا. ليه دوله؟ اطلع بره عشان ربنا يكرمنا في رمضان. اطلع بره يالا. طب احكي لحد بره يالا. خد 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 خد. والله ما شفتها. ما شفتهاش؟ كسرت النجفه؟ اقعد اشتغل بتمنها يا كلب. الله، دول هم ليه مش مشغلين أغنية يا ليلة العيد يا كحلاك؟ يا كحلاك يا كحول، يا ليلة العيد يا لحلاك، يا لا بتاعت أم كلثوم يا هبل. الله يا دول، أنت عارف بقى أنهي أغنية اللي أنا بحبها أو بردك؟ اللي هي إيه العيد فرحة، أجمل فرحة، سعدنا بيها، بيخليها. حلوة أوي الدولة دي. دولة هو يعني هو مين سعد ده؟ يا لا اللي هي سعدنا بيها، سعدنا بيها ده محامي بيجي في العيد بس يا. بس بعدين أنت بتفكر في العيد من دلوقتي، مش لما يجي رمضان الأول يا هبل. إيه ده يعني إيه دول؟ يعني رمضان بيجي قبل العيد. لا يا راجل. ساعات حته سعادة. امرنا يا باشا. بقول لك ايه، مين قصدك؟ المعلم وحوي ده يا باشا، ما بيظهرش الا قبل رمضان باسبوع واحد. وحوي يا وحوي معروف. الدوحه معروف. اليوحه يا اهبل، اليوحه اللي هي زي اليوجا كده يا اهبل. وده ايه يعني؟ مين الفوانيس اللي معاه دول؟ ده يا باشا بقى الاب الروحي لكل الكنفانيه اللي في المنطقه. ايه الكنفانيه دي؟ يمكن يا دول اللي هم اللي بيكفنوا الميتين دول هم. لا يا رمزي، الكنفانيه دول يا باشا اللي هم بتوع بقى الكنافه والقطايف والزلابيا. رمضان بعد بكره بقى كل سنه وانتم طيبين. وهم دلوقتي يا باشا بقى بيحضروا للمؤتمر. ايه مؤتمر الكنافه العالمي يعني؟ انت بتقول فيها يا استاذ عادل؟ ده اول مؤتمر للكنافه العالمي والقطايف. يا سلام، مؤتمر الكنافه. متشكرين قوي حته، متشكرين. عمالين بيحضروا الموسم بتاعهم طبعا، واحنا قاعدين بنش، مفيش شغل عندنا في البازار. معلش يا دوله، معلش يا عم، ما تزعلش نفسك كده. وين يا دوله؟ كل واحد مننا بياخد حظه من الدنيا. اسمع، حصري مش حظي. مش بتلاقي مثلا يقول لك ايه الفيلم ده معروض حصري على القناه دي؟ انت ايه اللي معادك معايا اساسا؟ واحد برغم. يلا اتكل على الله، اتكل على الله، روح على البازار افتح واقعد هناك اجري. لا يا دوله بقى، احنا مش كنا في البازار يا عم من شويه وانت قلت لي تعالى نقفل البازار ونقعد انا وانت يا رمزي على القهوه؟ الشغل مريح قوي. لا رمزي، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ماشي خليك قاعد. الحمد لله ان هو مريح يا دوله، ما يعني كان الشغل عامل لنا ايه اصلا؟ ده بقى يا رجاله الموسم بتاعنا احنا. ايه ارزاق. خلاص يا رجاله اتفقنا، ميعادنا اول رمضان وفي المؤتمر، ما تنسوش. مع السلامه يا رجاله. مع السلامه. مع السلامه. ولا رمزي. نعم. خليك هنا يلا، انا جاي لك. السلام عليكم يا معلم. سلام ورحمه الله وبركاته. امر حضرتك المعلم وحوي؟ انا المعلم وحوي. حضرتك يعني ما بنشوفكش من السنه للسنه، ما بنشوفكش غير في رمضان يعني. نعمل ايه؟ شغلنا في رمضان وبس. يلا ربنا يكرمك. بس يعني تفتكر شغلكوا في رمضان دي موسم واحد بس طول السنه تكفي مصاريف فيك وبقيه السنه؟ الحمد لله بنكسب زي الفل، ده اليوم الواحد بناخد فيه يجي 2000 جنيه في الموسم. ما شاء الله، 2000 جنيه في اليوم، يعني 50,000 في ده انا ما بكسبهمش. يلا ربنا يكرمك. يعني انا بس كنت عايز اجي اخش معاكم يعني في السبوبه بتاعت الكنافه والقطايف دي، ينفع يعني؟ حضرتك عضو نقابه المهن الكنفنيه؟ لا حضرتك صراحه مش عضو يعني. ولا معاك تصريح سنوي ولا مؤقت؟ لا صراحه يعني، هو ده شرط ولا ايه؟ طبعا شرط. اقول لك، احنا عامل لك تصريح مؤقت دلوقتي، وان شاء الله الموسم اللي جاي تاخد عضويه عامله. ربنا يخليكم. عموما انا جاهز من مجاميع وعندي المحل، وهيبقى فاضل له بس شويه حاجات بسيطه يعني. كل ده امر سهل، المهم بس تثبت نفسك بكره في المؤتمر الاول للكنافه والقطايف. ماشي. وفي نهايه كلامي، في المؤتمر التجريبي الاول للكنافه والقطايف والمعقود مناسبه شهر رمضان، كل عام وانتم بخير. وانت طيب يا معلم.
أحبه أولاً أن أقدم لكم آخر الأعضاء المنضمين لنقابة المهن الكنفنانية والأطفنانية. ولا أقول لكم هو يقدم لكم نفسهن. اتفضل يا أساس. يا هو خلاص دول دول. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية طبعاً أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي عادل سعيد الشهير بدولة قمر الدين. يا دولة يا دولة يا جدي يا دولة. ده رمزي زلابيا المساعد بتاعي، وأنا آسف طبعاً على الإزعاج اللي هو عامله يعني. وعايز أبشركم خيراً يعني إن إن شاء الله هنطلق أول موقع إلكتروني لكل محلاتنا، يعني كل المحلات بتاعتنا هتبقى على إنترنت، والناس ما يعوزوا مثلا مننا كنافة ولا قطايف يبعتوا لنا إيميلات، وإحنا بقى إيه نروح نبيع لهم كنافة وقطايف وكده. والموقع ده إن شاء الله هيبقى اسمه www.xyz.kunafa.qatayf.zalabia.shakalama.egypt.com. وفي موقع إن شاء الله هيتعمل برضو على الفيسبوك، هيبقى بنقدم فيه عينات من الكنافة. والسلام عليكم. عليكم السلام يا دولة. الله 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 الله. يا أختك اسكت بقى، مش عايزين زحمة. يا معلم. لا كله تمام الحمد لله يا معلم. ده أنا اللي طورت صناعة الكنافة في جمهورية مصر العربية. معلم دولة حضرتك. ثانية واحدة. حضرتك عمرك سمعت عن كنافة تحتمس الثالث؟ انا اللي عامل كوريجراف التحوب الثالث. معلم دول عمر الدين. معلم دول احنا عندنا عم نقص في قطايف الملك امون وكنافة الملك خوف ودولة. يعني عايز ايه؟ عايزين دي يا معلم عمر الدين. عايز ايه؟ عايزين دي يا معلم دول عمر الدين. سمعت عايزين دي. يا ريت بقى تزود لي الحصه بتاعتي. عندي طلب جامد جدا على كنافة وعلى القطايف. زود له حصه الدقيق. بص انا ممكن اشتري الدقيق اللي عندك كله باي ثمن يا معلم، باي ثمن. ماشي يا معلم. يلا سلام. حكاية ماشية يا بندق. يلا اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الله ينور يا معلم. عليك يا استاذ عاد. سخن. ايوه قول لي انها سخنة. ولا رمزي. نعم يا دول. تعالى يلا تعالى. نعم. هات ايدك. يا دول. لا اعملها كده. لا ايه العصاية اللي في ايدك دي؟ هم قالوا لي حطها كده اهو. يلا وانت ما حدش اهو. ما حدش اهو. يعني العصايه دي هي اللي هتنكرك يعني. يخرب بيتك. المهم اتفقت مع الواد حته على كل حاجه؟ كل حاجه اتظبطت يا دوله. وبيقول لك ان كل شيء هيبقى 100 الصبح بدري قبل ما الواد فتلى يجي. قبل ما فتلى يجي الصبح بدري. ماشي ظبط معايا ساعتك. حاضر يا دوله. ساعه الصبح. زرعت الميكروفونات في كل حته في القهوه. لا ما تقلقش يا كبير، كل الاجهزه متنطوره في القهوه كلها. ماشي وريني السماعه اسمع كده. اسمع يا كبير. والله العظيم الولا رمزي ده صعبان عليا قوي، على طول يشتكي من ابن عمه عادل اللي مشغله عنده وبيقول عليه مفتري. انا مفتري؟ يالا ايه ده، قطع لساني اللي يقول كده هون يا دوله. قال كده بتسيح لي عند الناس كلها. يالا هو مش كلها قوي يعني يا دوله يعني. ماشي بس شكلهم جم. يالا خش اسخب. الزحمه اللي في البلد دي، كنا نتاخر على ميعادنا ولا توك توك عايز يوصلنا. على العموم احنا في ميعادنا. هو صبي المعلم ابو عيسى قال لك هنعرف ازاي؟ قال هيحط ورده حمراء في ديل الجلابيه وهيجي هنيه دلوقتي عند الغروب. غروب هو ميعاد عاطفي. مساء الفل يا رداله. مساء الفل. انت صبي المعلم ابو عيسى؟ ايوه انا غراب، مولود على 3 حدات وبومة. وزي البومة تعبانة شوية. المعلم هيقابلنا ميت عشان نتفق. عم نول الساعة 6. عم نول؟ الميعاد بأثر رجعي. تمويه يا رغبي، أنا نفسي معرفوش. وهنعرف كيف المعلم ده؟ احنا ما قابلناهوش قبل كده. يا صبر القاتل على المقتول كان سلم نفسه. بيقول لك إن المقتول سلم نفسه، الحكاية دخلت في الجد. يالا على العموم احنا هنا كل يوم. أهم حاجة تكون معاكم الفلوس وكلمة السرك. ها؟ خلاص انا هشيل الفلوس وانت هتشيل كلمه السيرك. ايه حكايه كلمه السيرك دي؟ ابراهيم ما قاليش عليها. يالا ما هي سيرك بقى يا دوله يعني.
بس بقول لك إيه؟ انا عايزك تسجل كل كلمه بيقولوها، ها؟ حاضر. وركز معايا عشان كده هتوديني في داهيه. حاضر يا دول. اهو الكاسيت اهو، الزرار الاحمر هتدوس عليه هيسجل على طول. حاضر يا دول. ماشي كده، عرفت كل حاجه؟ عرفت كل حاجه ولا عرفت كل حاجه؟ عرفت كل حاجه. اه يا دول. وادي تالت شريط ما علوش حاجه. معلش يا دوله، معلش. خد يا عم، ده انا تلميذك، جرب اخر شريط كده هتلاقيه فريره. وريني يا سيدي، انا بس غلطان اني اعتمدت عليك. الله الله، حلو حلو. 1 2 3 4. يا ابني انت فرح يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه دوله، مش لازم اسيب بصمتي يا دوله؟ اه، على اساس ان انا خبير بصمات يعني هعرف ان دي بصمتي؟ يعني هعمل بيها ايه بصمتك؟ انا مش فاهم. انا معلش، شغل 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 بس يا دوله. شغل شغل. ماشي ماشي، اما اشوف. الاثنين ساكتين، ما بيقولوش حاجه، ما بيقولوش حاجه، ولسه ساكتين، لسه قاعدين ساكتين الاثنين. يا دي انت بتعلق على ماتش يا هلا، بتعلق على ماتش. ايه دول يعني؟ كنت اسيب بقى الحته دي انفضي في الشريط اللي احنا شارينه ولا ايه؟ اه، تقوم انسني بصوتك يونسني يعني وانا بفرغ الشرايط؟ تخرب بيتك. يلا يا عادل، ما تسمعنا بقى، عايزين نعرف النهايه، احنا قاعدين ورا متشوقين. يا ابني سمعنا بقى. ايه يا جماعه، هو انا ايه ده؟ فيلم عربي قاعدين كلكم مستنيين يا اخوانا؟ دي شرايط تجسس والتصنت، لازم الواحد يبقى حريص فيها، ما يسمعهاش لاي حد يعني. يا بيبي يلا بقى، احنا كلنا لافه عشان عايزين نعرف العصابات ازاي بتقوم بعمليات الصفقات المشبوهه. ما تشغل الشريط بقى يا ابي وخلاص. حاضر حاضر، على اساس ان انا يعني بسليكوا وبحكي لكم حدوته قبل النوم. الله، ما تشغل يا ابني الشريط بقى. حتى انت كمان يا ماما. حاضر هشغله. حاضر. ايه ده، الشريط خلص ولا ايه؟ ما اصل يا دولة بقى كان في اخر الشريط الحته دي. طب وما قلبتش الشريط ليه؟ ما انا بقى مرضتش اخرجه بقى من بره الكاسيت بقى يا دولة. خايف تخرجه بره الكاسيت؟ هيجي له برد. انت على طول تبوظ لي كل حاجه كده. يا عادل عادل، ارجوك يا بيبي، اوعى اوعى تلجا للعنف. هو اللي يلجا للعنف دول يطحنوه. لعلمك بقى سناء، انا ما اخشش عمليه ابدا وكون خسرانه، لازم ابقى واثق بالعمليه قبل ما ادخل فيها. يعني هتعمل ايه؟ أول حاجة لازم أدور على الراس الكبيرة، لأن أنا ما يهمنيش التجار الصغيرين، أوصل للراس الكبيرة أسلمه وأخد المكافأة، يبقى صاحبي 100 100. طب ما تبلغ يا أبي وتخلص. أبلغ؟ لا، وصاحبي تضيع عليه الترقية والمكافأة؟ استحالة، مش أنا الند اللي يعمل كده. وبعدين لعلمكم بقى، أنا طلبت معايا لأول مرة في حياتي أعمل حاجة لمصر، مصر عمري ما عملت لها حاجة قبل كده خالص. طب افرض حسيت لمؤاخذة إنك هتتهزق؟ هنسحب فورا، مصر فيها 80 مليون، اي حد يعمل لها حاجه بقى. اهم حاجه بس يا اخوانا اوصل لكلمه السر. ولما تعرف كلمه السر هتعمل بيها ايه؟ وهتعرف بقى كلمه السر ازاي بقى ان شاء الله؟ هتقعد مع العصابه تقول لهم والنبي والنبي قولوا لي كلمه السر. ما تعملها، ما انا عارف دماغك. انت اللي عارف، انت اللي عارف دماغ، انت فيك دماغ اساسا. انا عارف بقى كويس قوي انا هعمل ايه. معقوله اللسان ده يخلي كل الناس في جيبي؟ دولا انت بتغيظ مين في المرايه دول؟ يعني هكون بغيظ مين يعني؟ اصل انا شايفك دولا يعني مطلع لسانك للمرايه دولا. لا يعني هطلع لساني لنفسي. يهبل يهبل، دي حاجه بيني وبين نفسي، انت مالك انت؟ اه عرفت يا دولا، انت اكيد بتقرا اللسان صح؟ زي الناس كده، اول ما بتقرا الكف وبتفتح المناديل يا دولا. بيفتحوا المناديل؟ ده على اساس بيبقى عندهم زكام. ايوه يا سيدي، انا بشوف الطالع وبقرا البخت. طب ما تشوف يا دولا لسانك ده وتقراه لي يا دولا وتشوف لي الطالع اهو. يا ابني انت لسانك ما ينفعش يتقري، انت لسانك ينفع يتقطع بس. طب قول يا دولا، فرح فرحني فرحني. ها؟ قدامك سكه هبل. وايه تاني يا دولا؟ ولا انت واكل كشري يالا؟ ايه ده؟ لا مش ممكن مش ممكن. وعرفتي دي كمان؟ يا ابني سهله يا ابني، ما في عدس على لسانك يا هبل. يلا اجري روح شوف شغلك وشوف التماثيل اللي انت هتكسرها. لا مش هكسر تماثيل يا عم، كل شويه. حتى ده كمان كسرته؟ ده التمثال الوحيد اللي انا فرحان بيه، حتى التماثيل بتكسرها يا غبي. يا ولا غور من وشي، يلا غور من وشي، مش عايز اشوف خلقتك. ايه دولا بقى، انت كل شويه تزعق لي يا عم. اوف، ده ايه الشغلانه اللي انا مش طايقها دي؟ اكتر شغلانه وحشه انا اشتغلتها في حياتي. اكتر شغلانه وحشه؟ يا حوش حوش الشغل اللي انت حد شغلك ولا عبرك غيري؟ امشي من قدامي دلوقتي. ايه دولا بقى، لا مش انت اللي قلت لي اللي انت هتكسره؟ ولا يا رمزي، هو انت ممكن باللسان تقدر مثلا تقنع اي حد باي حاجه؟ اه طبعا يا دول، على فكره انا لما بحب يعني اقنع اي حد من اصحابي باي حاجه انا عايزها، بقوم بقى واخدهم وعازمهم بقى على ايه، لحمه راس ولسان، باكلهم لسان يا دول.
الخل والتوم والجيري. والتوم والجيري بيتكلم يعني ايه؟ بيتاكلهم كرتون يهبل. يا دوله معروفه يا دوله، اطعم الفم تستحي الديل. تستحي الديل على اساس عازم معاك حمير، والديل بتاعهم بقى يستحي ازاي يعني؟ على غوريلا غوريلا تهبل ولا بتعرف تتكلم ولا بتاع. امشي امشي. طيب ما تبقاش تسالني، ما تبقاش تسالني، بسال التماثيل يا اخويا. يلا يلا التماثيل لو انا سالتهم هيفهموا احسن منك يا غبي. طب ما سالتهمش ليه؟ يلا 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 يلا. وانا خسران ايه؟ طب ما اجرب حكايه اللسان دي مع الواد رمزي. ولا رمزي ايه، ما تخافش ما تخافش. هتضرب تاني لا صح؟ لا 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 يا ابني، ده انت ابن عمي. يالا انا معقوله هضربك؟ ده انت حبيبي. يالا ده انت حبيبي، ده انا بحبك يا رمزي. عارف ده انت كفايه، بس انت شايل شغل البازار ده كله على كتفك يا ابني، والتماثيل اللي انت بتكسرها طبعا غصب عنك، ما تبقاش قصد زي اللي هو بتاع نفرتيتي ده الله يحرقك. لكن عادي والله يا رمزي، انا بفكر بجد هعينك مدير عام على التماثيل كلها اللي في البازار. دولا انت بتكلمني انا ولا بتكلم مين؟ ايوه بكلمك انت يا ابني، ده نتيجة مجهودك مش نتيجة انك قريبي ولا حاجة. انا دولا، انا بحبك يا دي يا رمزي، انت ما كنتش عارف كده ولا ايه؟ الله يا دولا حبيبي، يا دولا حبيبي، يا دولا حبيبي. مش هضطر استحمل الاحضان والدوس. ماشي يلا. انا هنضف كل البازار يا دولا، هوا هوا من غير ما اكسر ولا تمثال يا دولا. ياه يا مدام، حكاية التمثال جابت نتيجة مع الواد رمزي، ما ممكن تجيب نتيجة مع ناس تانية. اجرب مصروف. الو يا معلم مسخوت. ايوه انا عادل سعيد، اخبارك ايه؟ لا يا عم زعلان مني ايه، المهم انت اخبارك ايه واخبار المساخيت الصغيرين ايه؟ الله يخليك. لا من غير ما تزعل ولا حاجه. بص يا سيدي، انا ممكن اقابلك انت والمعلم عرجون كمان نص ساعه في القهوه. خلاص بقى خلاص. ماشي ماشي حليب يا قشطة. ماشي مع السلامة مع السلامة. يوه بقى يا عم، انا مش ناقص بقى للمناهدة دي، مفيش قلب يا دول المناهدة. ايه ايه في ايه؟ الزبون ده يا عم عايز ياخد التمثال ده هون، قال ايه ب20 جنيه بس. يا رمزي لازم تتكلم مع الزباين، لازم لسانك يبقى حلو، اهم حاجة ده. ها انا اوريك، تعلم مني تعلم مني. اه ماشي يا مدرسة. It's for free. It's for me? Yes it's for really? You. Really? Thank you. Thank You're you. Welcome. Thank You're you. Welcome. Thank you. Anytime. ايه ده دولا ده؟ اروح الحقه يا دولا، ده خدوا ببلاش يا دولا. يلا ما انا اللي قاصد. يلا بص، تمثال زي كده مش مكلفنا حاجه، بس هيكسبنا زبون، الزبون يجيب 100 زبون. اتعلم يا ده، اهم حاجه اللسان الحلو ده. طبير انت متفائله قوي، انت فاكره انك هتشتغلي بجد ولا ايه؟ يا ريت كل واحد فينا يركز في اكل عيشه وملوش دعوه بالتاني، وكل اللي ليك عندي انك هتاخد اجرتك كل اول شهر وخلاص. دولا بقول لك ايه، هي المكنه دي بتاعه ايه بالظبط يعني؟ احنا خلاص يعني هنقلب البازار ده مشغل رز. رز رز ايه رز ايه؟ بص ابعد عني ببوزك ده عشان ما تفقرناش زياده، ما احنا فقرانين يا دولا. ما انا لازم افهم يا دولا عشان اريحك واريح المكنه واروح اجيب رز متنقي جاهز. رز ايه يا ابني؟ انت تكذب الكذبه وتصدقها. طيب يا دولا المكنه دي هنسقط لها الرز ده فين؟ ولا بس بقى ابعد عن المكنه دي خالص. بص ممكن تعلق اليوفط دي بره على باب البازار؟ يوفط ايه؟ لا احنا اتفقنا على يافطه واحده. وريني يافطه واحده. ما تنفعش، لازم كذا يافطه عشان اجذب الزبون وكل زبون يجي يخش على يافطته. يافطته ايه؟ الزئبقي في الفيزياء، البليخ في العربي، الله يرحمك عم بليخ، المدقرم في الحساب، الديناصور في الاحياء، الصايع في الجبر والحساب. الصايغ اسمه الصايغ. صايغ صايع مش مهم، هي ملزمه هبله وخلاص. وانت بقى يا فالحه جبت الملازم دي منين؟ ملازم ايه يا ام ملازم وانت فالحه اصلا؟ يا ابي عادل شغل دماغك شويه، هي هي الملازم اللي بتتباع بره، بس انا جبتها وغيرت اسمها. وفي موسم الامتحانات اي طالب بيبقى عايز اي ملزمتين يخبطهم عشان يدخل الامتحان وينجح. نوجا يعني انا لو خدت منك ملازم يعني ممكن انجح؟ ممكن تنجح ايه بس؟ انا مش فاهم ملازم اللي انت عايز عندك. انت بقى ملزمه الفاشل في البازار او الموكوس في الهبل؟ انا عندي كل حاجه، بس لو سمحت انت علق اليوفط بره على باب البازار على بال ما اصور لك الملزمتين. عينيا عينيا هوا. ضحكت انت على رمز بالكلمتين دول، بس ما تفتكريش نفسك عبقريه يعني، دي اي معزم عديها في الشارع ممكن تلحق عليه. المهم بقى الشعب اللي هيجي يصور ده، شعبنا ده مش اي كلام، ده فاهم وواعي وما ينفعش يضحك عليه. ومين قالك ان انا هضحك على حد؟
اللي هيجي يطلب مني حاجة هديها له. يا سلام، وفي حد هيجي أصلاً؟ كمان حد الحنة ملزمة البليغ في العرب، عايز ألحق أذاكر أي حاجة. حاضر حاضر، أنا هجيبها لك دلوقتي. وانت مش عايز ملزمه الصايغ؟ لسه بدري على الامتحان، احنا فين والاسبوع اللي جاي فين؟ فعلا على رايك احنا فين والاسبوع اللي جاي ده على طول فين؟ صح. بس انا رايي ان انت تاخدها من دلوقتي وتخليها عندك عشان ما تتزنقش زي صاحبك كده، وبعدين خلي بالك دي هتشح وبعد كده هتبقى بالحجز. انا لسه اصلا ما قررتش اروح الامتحان ولا لا. وانت يا عم اللي يوديك الامتحان يا عم، خلي بابا يجيب لك الامتحان لغايه البيت، ده سهل قوي يعني. انت لو خدت الملزمه بتاعتي هتخش الامتحان وانت مرتاح على الاخر. معروف طبعا دخول الامتحان مش زي خروجه. طب اوكي هاتيها. طيب حضروا الفلوس بتاعتكم على بال ما احضر لكم الملازم. قسما عظما يا تلميذ انت وهو، اللي ما هيقف في الطابور لكون عطل. اقف يا دينا، اولى ثانوي هنا وثانيه ثانوي ايوه ورا كده شويه، اقفوا واعداديه جولنا بكره. ايه يعني الملازم هتطير ولا ايه؟ وبعدين انتوا لازما يعني تيجوا تاخدوا الملازم قبل الامتحانات، ما تيجوا براحتكم بعد الامتحانات وتاخدوها. ولا رمزي ايوه عايز ايه؟ روح هات لي كوبايه الشاي اللي قلت لك عليها. بقى يعني عايزني اسيب اكل عيشي واروح اجيب لك شاي؟ اكل عيشك يا ما انا هدفع لك. يا عم تدفع لي ايه يا عم؟ ده انا اكتشفت ان انا اللي كنت بدفع لك. ست بلاء هانم دي بتدفع لي قد اللي انت كنت بتخصمه مني 4 مرات. يا سلام، وفخور قوي، مش مكسوف من نفسك كده يالا وانت شغال مع عيله صغيره؟ ما بتكسفش يا عادل. يا عادل اسمع كلامي بقى وسيبك من التكبر اللي في دماغك ده، وسيبك من الكلام الفارغ والشغل الفارغ اللي هو التماثيل والبزار. يا عم انا هعلمك الصنعه. صنعت ايه يا ابو صنعت؟ صنعت ايه؟ ده انت ماسك العصايه وماشي ورا الناس كانك ماشي بتلم معيز، عامل زي اخون الجنينه. يا رمزي يا رمزي، مش قلت لك تعالى تظبط الصف اللي ورا ده؟ حاضر يا ست الكل. ست الكل؟ يا كلب السرايا. روح ظبط ظبط ظبط. ماشي ماشي. السلام عليكم، ازيك يا ماما؟ عليكم السلام، الحمد لله على السلامة يا عدول. الله يسلمك، طلبات البيت كلها اهي. دي كلها طلبات البيت محطوطة في الكيس ده اهو؟ طبعا. ياما في الجراب يا حاوي. انا جايب لكم كل اللي انتوا عايزينه. جايب لكم يا ستي 1/4 كيلو طماطم، وجايب لكم 1/4 كيلو خيار عشان السلطه، وجايب لكم 1/4 فرخه دي بقى يا ماما تعمل لنا عليها شوربه نشربها كلنا، وجايب لكم 1/4 كيلو تفاح. هي بس وزن التفاحيه واحده بس، مش اشكال، ممكن نقسمها يعني علينا كلنا. وانا حاسس يا ماما بجد يعني الراجل نصب عليا في الميزان، بس مش اشكال، عادي عادي عادي. ويا ترى بقى واخد بالك من نجله في شغلها ولا لا؟ يعني مريحها كده ومدلعها؟ طبعا، لعلمك يعني انا بفيد نجله طول الوقت يعني بخبرتي وممارستي، فطول الوقت بقعد ارشدها واقول لها على حاجات. كفايه ان انا معين لها رمزي يفيدها بغباوته طبعا. ربنا يحرسك يا حبيبي، راجل بيت جوه وبره. يا ماما لازم طبعا الواحد ياخد باله من ايه بيته. هاي يا جماعه ازيكم، وحشتوني موت. تعالى يا رمزي حط الحاجات دي هنا. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم، ازيك يا عادل؟ انا حسيت ان البيت فاضي فقلت لازم املاه. طبعا. ايه ده كله؟ جبت لنا ايه يا حبيبتي؟ جبت لكم حاجات كتير قوي. جبت لكم 6 كيلو تفاح امريكاني، و6 كيلو خوخ، و6 كيلو خيار، و6 كيلو طماطم، و6 ايه ستات؟ ايه الستات دي كلها؟ كفايه يا ستات، انا هشيل الكيس بتاعي من وسط الستات اللي عملت دي عشان ما ينفعش يعني، دي حاجات بتسرق كمان. جبت لكم بقى ايه؟ 3 كيلو جمبري علشان نتعشى بيه. واو، تعيش وتجبلنا يا ست الكل. ماشي يا كلب السرايا ماشي. ماما ما تنسيش تبقي تحط الحاجات اللي انا جايبها دي في الثلاجه عشان ما تبص. بالنسبه للفراخ اللي انا جايبها يا ريت تعملي لنا بقى عليها شوربه يعني عشان اشرب شوربه قبل ما انام. نو جامي، انا هتعشى جامبو. جامبو؟ ايه نويتي تطيري خلاص يا حماتي؟ وانت يا جزمه مش تروح انت دلوقتي عشان تنام بدري عشان تصحى بدري عشان الشغل، ولا انت بس شاطر تشتغل شيال للست؟ ايوه ست، بس هي ست بقى فلوسها ب100 راجل. وبص يا دوله، هي قالت لي بكره رمزي احنا هنبتدي متاخر عشان العيال بتوع الملازم دولت هيصحوا متاخر.
ما لازم متاخر ايه؟ طب وشغل انا؟ شغل انا ابو بلاش ده؟ لا ما خلاص بقى، بص اعتبرنا دولة قدمت مستقلتي. مستقل ولا اطلع بره بيتي يا كلب، اطلع بره بيتي. بعد اذنك يا ست الكل. استاذن منها. بابا اهلا ياسمين يا حبيبتي، انت الباقيه لي يا ياسمين. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه المصروف بتاعي قبل ما انام. بابا وفلوس بابا تحت امرك يا ياسمين يا حبيبتي، خدي ادي ربع جنيه، روحي بقى اشتري كل اللي انت عايزاه. ربع جنيه ده قبل نجلاء بتديني 5 جنيه، خد خليها علشانك. ولا نجلاء ولا نجلاء، عايزه المصروف بتاعي. عادل انت هتنام مش هتتعشى معانا؟ لا يا ماما اصل انا ماليش نفسي يعني النهارده، فهخش انام كده هو يعني. ده انا هعمل لك الجمبري بايديا، ده انت ما دقتوش من ايام ما كنت في اسكندريه في الابتدائيه. حاسب وسعوا يا جدعان، وسعوا يا اخوانا، الزبون جاي لي. ويلكم وراريو من زمان. لوك بقى احنا عندنا هنا ستاتيوز سمول اند بيج، عندنا البومز فور فوتو، ها اني ثينج يو وونت يعني. شكرا، انا عايز اصور باسبور. صور باسبور اقف بقى في الصف يا خواجه، بدل ما انا اسوعك بزيز عصايه. اقف هي نسخه واحده وهيمشي على طول. والله يا ست الكل بتكسفيني يعني، عشان خاطرك انا بحب النظام. هو ايه الورق اللي هنا اللي مرمي ده على الارض؟ ازاي ترموا الورق كده على الارض؟ ايه يعني مش عايزنا يعني نشتغل ولا عايزين نقعد يعني جنبك؟ لكن ما تسيبوش الورق كده مرمي على الارض، احنا ما اتفقناش على كده. خلاص يا رمزي شيل الورق عشان الارض تبقى نظيفه. حاضر يا ست الكل. كلب السرايا. بص الصراحه يعني انا متضايق من اللي حاصل ده، انا ما اتفقتش معاكي على كده من الاول خالص يا نجلاء. قول لي يا ابي عادل انت عاوزني اعمل ايه وانا هعمله لك. ايوه يعني انت اتعديتي المساحه المخصصه اللي احنا اتفقنا عليها. اعمل ايه؟ ما انت ما شاء الله شايف الزباين قد كده، هقول لهم ما يدخلوش. لا يعني بس كمان المكنه اللي انت بتصوري بيها دي بتستهلك كهربا كتير جدا، وبعدين انتوا طول اليوم بتصوروا على طول شغاله. الله اكبر، يعني ايه يعني اعمل ايه؟ خلاص فاتوره الكهرباء انا اللي هدفعها. طب والميه؟ ميه ايه؟ الميه ها يعني. عايزك بقى تعلي الاجره اللي احنا اتفقنا عليها، يبقى 30 جنيه في اليوم. اوكي انا موافق. لا ما كانش قصدي 30، انا غلطت وانا بنطقها، انا كان قصدي 50 جنيه في اليوم. حس كده بقى، يبقى نتكلم في الموضوع ده لما نروح البيت قصاد الناس كلهم كده عشان يعرفوا يحكموا ويعرفوا بقى مين فينا اللي غير كلامه. يا رجل انا كنت بهزر معاكي، معقوله يعني هاخد منك حاجه زياده؟ بالعكس ده انا كنت هاخدهم احوشهم عشان لما تتجوزي ان شاء الله يبقى معاكي مبلغ يعني. ربنا يخليك ليا يا ابي عادل. وعموما يعني دي العشرة جنيه بتاعت النهاردة، مرضي؟ اه مرضي يا ست الكل. ربي ولا تصور يلا وانت ساكن. انت زفت يا بدوي. ايوه جاي. امورنا يا رمزي باشا. فين الشيشه التفاح بتاعتي وفين الكوكتيل؟ انا مش قايل لك السحله بيخلص تنزل بكوكتيل على طول. بس كده عنايه، وعايزه بقى كوكتيل مع شيشه نظيفه بلا قطيفه. بقول لك يا استاذ عادل، ما ينفعش كده، قاعد من صباحة ربنا وشغل لنا القهوه وما شربتش الا واحد شاي بس. هفكر وبعدين بقول لك، اتكل على الله. تأمرني باي خدمه يا رمزي باشا؟ ايوه بقول لك، نزل الاستاذ اللي قاعد هناك دون كوكتيل فواكه على حسابي، بس واحد بس يا بدوي عشان ما يقعدش يطلب، ده طفس انا عارف. بس كده عنايه يا رمزي باشا، وخليهم اتنين كوكتيل مع شيشه نظيفه بلاي قطيفه. اصيل يا رمزي اصيل. كلب السرايا. رمزي شكرا على الكوكتيل يعني. انت فين يا رمزي؟ وحشتني والله يعني، ما بنقعدش مع بعض. وحشتك؟ طب ما انا كنت معاك النهارده الصبح في البازار، ما وحشتكش ليه هناك يعني؟ بدل الاضطهاد والقهر اللي انت قهرهولي. يلا اضطهاد ايه؟ يلا انت عبيط، اضطهاد ايه ده؟ انا بحبك يلا، ده انت ابن عمي يلا، ده انا بهزر معاك. ايه ده؟
يعني انت كنت بتهزر يا دولة؟ طبعا يا انا بهزر معاك طول الوقت من اول ما عرفتك يا رمزي، حتى وانا بزعق لك وانا بشتمك وانا بهزقك وانا بضربك وبجلدك، كل ده كان هزار. يلا يخرب بيتك، انت فاكر ده جد؟ اه يا دولة والله تخيل. لا يا هزار يعني، بص فكروا بجد يا دولة. لا هزار يا انا. المهم البت نجلاء اخبارها ايه؟ اه يا دولة دي ست عظيمة بمئة راجل. الست دي ست ايه يا ابني؟ ست ايه؟ دي بنت صغيرة عندها 16 سنة يعني، ما علينا يعني. المهم بتديك أجر كل شهر ولا ايه الحكاية؟ لا يا دولة هي بتديني باليومية. باليومية؟ يا سلام، شوف ازاي عيلة صغيرة بس لفك على صباع رجلها يا معلم. ايه يا دولة في ايه؟ انت كده غوغشتني يا دولة. ما في. وبتديك كام بقى يومية على كده؟ 25 جنيه. 25 جنيه؟ طب ما مش عامله لك بقى اي مثلا حاجات تانية يعني، اكلك شربك كسوتك في العيد الصغير العيد الكبير عيد الفلاح عيد العمال كم الاعياد اللي عندنا؟ عيد تحرير سينا بتجيب لك كسوه؟ لا يا دولة. ده اللي كنت خايف منه. بس 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 انت وقعت يا معلم، وهتعمل ايه بقى لو الحبر بتاع المكنه خلص؟ طب دليل انت يا دولة يا ابن عم، يعني اعمل ايه مع الست المفتريه دي؟ بص يا رمزي، احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، انت ابن عمي يلا وانا لازم اقف جنبك، نجيب مكنه جديده وننفسها. ماشي يا دولة. طب هنجيب فلوس المكنه دي منين؟ طيب مش اشكال، هرهن البضاعه اللي في البازار، استلف، ممكن ادفع مثلا مقدم في المكنه وبعد كده اقسط ثمنها. المهم اول ما نكسب فلوس ونخلص ثمن المكنه يبقى بعد اللي كده اللي جاي لنا بقى ده كله مكسب. ماشي يا دولة، عفارم عليك. طب انت هتديني كام بقى؟ انا بقيت خبره دلوقتي. ماشي يا عم الخبره، هديك يا رمزي 25%. ايه ده؟ طب ما هي بتديني 25 جنيه برضه. يلا يا بتدي، انا بديك 25% يعني مبلغ ضخم يعني. لا بص يا دولة، انا عايز 30 جنيه علشان بقى احس بالزياده. 30 جنيه في اليوم؟ اه. يعني كام في الاسبوع؟ يعني 180 جنيه. خليهم 200 جنيه يا عم في الاسبوع، يبقوا كام في الشهر؟ 800. 800 جنيه ليك في الشهر؟ ايه المبالغ الضخمه دي؟ انت محوش عندي كام بقى؟ 600 جنيه. 600 نقصهم من 800 يبقى كام؟ 200. هات 200 جنيه. انا كنت هروح فتيس. اتفضل يا دولة. ادي 200 جنيه. ايه دول؟ ايه ده، معاك فلوس ثانيه ولا ايه؟ اه ده 120 جنيه كده. 120 جنيه؟ لا 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 هاتهم احوشهم لك، انت هتعوز مبلغ ضخم زي كده في ايه؟ يا ربنا يخليك. خد يا 2 جنيه اهم. ماشي. وانا هم دول خليهم كده، هو ال 120 جنيه دول بقى هنقصهم 400 جنيه اللي كانوا فاضلين لك.